انا في 2008 في 2008 اول مسرحيه تاعي كمال اول مسرحيه تاعي التيكين باعوا 10000 10000 في 2008 انا ما عنديش 10000 باش نخلص واه بصح انا باش نخلص تاع 30 واحد ولد حومتي نقول لها روح تخلص وتفرج عليا ديجا اللي بغيت نطيح لهم خشين انا نلعب في المسرحيه وهما يخلصوا الا نجيب لهم انفيتاسيون انا ما يعطيونيش انفيتاسيون رحت شريت دبرت 300 وشريت تيكيات عطيتها لصحابي قلت لهم جا طاوني دي زانفيتاسيون غير باش يجوا يامنوا فيا اش راني ندير اما كاين وحدين ولاد حومتي انا جامعيين ومتمكنين ومتقفين قالوا لي هذا هو هكا تهضروا مسرح كيفنا قالوا لي حسب تهضروا اللغه العربيه سيوفه ايه هكا كيشوفوا اون 2008 وكناس متمكنين ماشي قال واحد ماشي قاري ولا واحد صحابي جامعيين درك واحد راه استيوار امين هذا اللي نحيب قال لي كنت حاسب سيوفه وكاع يعني كاين ما مش عارفين واش نقدموا في المسرح لما يروح للمسرح ويشوف كاين صوالح ماسكو المسرح نحكوا صوالح اوزيكتر كاين صوالح يتقبلهم في التلفاز وقت على الاولى كاع 9 تاع الليل كاين واحد المسرحيه يديروها في اليوتيوب لجوال تشوف الناس بالحايك 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 داخله على 9 تاع الليل تتفرج مسرحيه لجوال يعني دروك العاد دروك تشوف واحد تقول لك اوه ما دخلتش بكري 9 تاع الليل رايحه تفرج مسرحيه هي كانوا لي بياس تاع الليل كي تكمل تخرج السادة تلقى لي بيس برا يسناو كاين اللي يروحوا للجراح يروحوا يجوا بكامل المناطق ايه